منوره بقى. يعني عاوز بس اتكلم في مساله جزء فيها شخصي وجزء فيها عام، لانه انا هتكلم عن مدرستي، مدرسه امام ناصف الثانوي. انا اتخرجت من هذه المدرسه في مدينه الزرقاء في دمياط. دلوقتي المدرسه مدرسه بنات، يعني تحولت، فصلوا، هم بقى في مدرستين، مدرسه للبنات ومدرسه للولاد، لكن بتظل مدرسه امام ناصف الثانويه رغم انها اصبحت الان مدرسه ثانويه للبنات، بتظل بالنسبه لي وبتظل بالنسبه لخريجينها يعني موطن للذكريات وموطن لكل حاجه جميله، لانه المدرسه دي كانت بدايه كل حاجه كويسه في حياه الخريجين بتوعها. مناسبه الكلام عنها ايه؟ مناسبه الكلام انه المدرسه حصلت على الجوده وبتستعد الان ان هي لاعداد ملفها لانتساب لليونسكو. لما هتنتسب لليونسكو هتبقى في منح للمدرسه، هيبقى في تطوير للمدرسه اللي هي دايما بولادها وباساتذتها وبالمسؤولين عنها حريصين جدا على وضعها في المقدمه. زمان لما كانت مشتركه واحنا لما اتخرجنا منها كان اسم امام ناصف ده واحده من المدارس اللي هي قويه جدا في دمياط. يمكن زمايلنا اللي كانوا في دفعتي اللي هم كنا في فريق اوائل الطلبه، يعني كانت مدرسه امام ناصف دي المدرسه الوحيده اللي هزمت مدرسه اللوزي بتاعت البنات. مدرسه اللوزي دي كانت مدرسه مرعبه في دمياط. انا فاكر ان احنا في لقائنا بيهم هزمنا مدرسه اللوزي. ايه اللي بيحصل في المدرسه وبيستعدوا ازاي لاعداد الملف ده للانتساب الى اليونسكو؟ خليني اسمع من مدير المدرسه الاستاذ امين حسين غنيمه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك. طيب، وانا طمني بس على المدرسه لانه المدرسه دي غاليه علينا قوي. الله يبارك فيك. اولا احنا سعداء بحضرتك وبيشرفنا ان احنا يعني نتكلم مع سعادتك، مع هذا العقل الفذ. طبعا سعادتك تعلم جيدا ان احنا بنعمل في بيئه تكاد تكون اقرب للتريف منا الى التمدد. معايا؟ مدرستنا مدرسه الامام ناصف، احنا مرشحين من قبل الاداره ومن قبل المديريه لليونسكو ان شاء الله. اهم حاجه في تحقيق هذا الهدف ان شاء الله التنميه المستدامه تبع خطه الوزاره وخطه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030. تمام. اهميتها طبعا هو تحسين جوده التعليم وتغيير السلوكيات والمفاهيم بطريقه صحيحه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه ورفع المستوى المهني للمعلم والمتعلم. مدرستنا مدرسة الإمام ناصف أنشئت طبعا من الخمسينات، والحقيقة هي بشهادة الجميع هي صرح شامخ ومنارة لطلاب وطالبات العلم والمعرفة في الزرقاء، في الزرقاء دمياط. بالنسبة للمدرسة احنا حصلنا على الجودة مرتين قبل كده، ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني بننتظر هيئة الاعتماد والجودة لان احنا ننال هذا الشرف للمرة للمرة الثالثة ان شاء الله. يعني سعادتك انني يعني في مقام بين السعادة والشكر طبعا لوزارة التربية والتعليم اللي بتقدر اخيرا دور المدرسة في المجتمع ومحيط بها واثر المجتمع وحاجة كليهما الى الاخر. الجودة اللي حصلنا عليها طبعا برضو في عجالة لا يفوتني إلا أنني أقدم الشكر وأعترف بالجميل لكل من سبقني في إدارة هذه المدرسة، لهم جزيل الشكر ولهم جزيل التقدير، وإحنا بنكمل المسيرة إن شاء الله بدعم كامل من السيد الأستاذ وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأستاذ سيد سويلم والأستاذ مدير عام الإدارة الأستاذ السيد الشبراوي. طب قول لي احنا بالنسبه لنا احنا بقى اولاد المدرسه يعني اللي اتخرجوا منها، قول لي احنا ندعم هذا الملف ازاي؟ احنا ان شاء الله بنستعد طبعا لتقديم الملف، وكنا النهارده في المدرسه كان في عرس بصراحه واستقبلنا معاك يا فندم يا استاذ امين. هاتولنا تاني الاستاذ امين، ما نقدرش نزعل يعني، ما نقدرش على زعل حبايبنا في المدرسه هناك. ورونا يعني، حاولوا تاني مع الاستاذ امين. انتوا عارفين احيانا يعني
مهما بنروح وبنيجي فبنحن للاماكن الاولى في حياتنا يعني. رجع تاني الاستاذ امين معاك يا دكتور محمد. طيب معاك يا فندم اتفضل. بتقول لي كان في عرس النهارده، في فرح النهارده في المدرسه. مفيش كلام مفيش كلام، النهارده يعني بشهاده الجميع وبشهاده المجتمع المدني اللي كان بيشرفنا النهارده في المدرسه. دعني سعادتك بس اتكلم على المدرسه. احنا بنحصد مراكز متقدمه دايما على المستوى المحلي والقمي، والمدرسه بتعمل جاهده على تطوير العمل والاداء عاما بعد عام من خلال استخدام الاساليب الحديثه اللي بتواكب التطورات العلميه من خلال وحده التدريب بالمدرسه اللي بيقوم عليها دكتوره عندنا في المدرسه. احنا بنتمتع بالمدرسه بمجموعه من الدكاتره اللي بيقوموا بالعمل زي وحده التدريب وبعض الاقسام العلميه في المدرسه. ان شاء الله كل الدعم لمدرستنا. وانت ممكن بقى ايه، انت معايا يا استاذ امين؟ معاك يا دكتور. يعني انت ممكن تعمل بقى ايه، تاسس رابطه كده لخريجي امام ناصف ونيجي ونيجي نزور المدرسه ونقعد ونتكلم ونشوف احنا نقدم ايه لمدرستنا ان شاء الله. احنا سعداء جدا بك يا دكتور محمد كابن من ابناء الـ المدرسه، وبنعدك سعادتك ان شاء الله ان احنا يعني هنبذل قصارى جهدنا في تحقيق الاهداف التربويه والتعليميه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك وتحياتي لكل زملائنا وحبايبنا في مدرسة إمام ناصف الثانوي. أشكرك. طيب أنا عندنا النهاردة لقاء مهم جدا مع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الكبير الأستاذ محمد الرز، لأنه إحنا محتاجين نفهم إيه اللي بيحصل في المنطقة. خلي بالكم اللي بيحصل في لبنان مش قاصر على لبنان، لا، متعلق بالإقليم.